تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي عربيا بتوقعات المباراة النهائية في كأس أمم إفريقيا التي تأهل لها منتخب مصر على حساب صاحب الأرض والجمهور منتخب الكاميرون، وحجز موعدا مع السنغال يوم غد الأحد. بالإضافة لحب كرة القدم وتأهل منتخب عربي، كانت ظروف هذه النسخة من كأس أمم إفريقيا سبباً جوهرياً للانتظار بفارغ الصبر، إذ شهد منتخب مصر عدداً من التحديات طوال البطولة مثل التنظيم الذي وصفه الكثيرون بالكارثي وإصابات اللاعبين وخلافات مع التحكيم. أيضاً فمنتخب السنغال وقوته ليست أكبر عقبات المنتخب المصري الذي يواجه عقبات أخرى، أهمها إرهاق الفريق الذي حطم الرقم القياسي في خوض أكثر عدد من دقائق اللعب في نسخة واحدة من البطولة بعدما خاض 3 مباريات متتالية بمدة 120 دقيقة لكل مباراة. بالإضافة للإجهاد البدني، فإن المنتخب السنغالي استفاد من يوم راحة إضافي لأنه تأهل إلى النهائي قبل مصر بيوم، ولذلك طالب المنتخب المصري بتأجيل المباراة النهائية يوم واحد، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل الكاف. غير الإرهاق، يواجه منتخب الفراعنة عقبة أخرى استطاع التغلب عليها في المباريات السابقة، وهي الإصابات الجسدية التي حلت بعدد من اللاعبين ومنهم المدافع أحمد حجازي الذي لن يستطيع إكمال هذه البطولة، وأيضا المدافع محمود حمدي الذي تعرض لإصابة بالرأس أدت لحصوله على 7 غرز أيضا، بينما يبقى مصير حارس المرمى الأساسي محمد الشناوي مجهولا، والذي يحل محله الحارس محمد أبو جبل الذي تألق طوال فترة حراسته لعريد الفراعنة وأنقذ المنتخب في أكثر من مناسبة وأصيب أكثر من مرة أيضا. طيب، قبل الذهاب لرأي الخبراء دعونا نسمع رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما سيحدث في مباراة الغد. دعونا نبدأ من الفنان نبيل الحلفاوي الذي غرد هنا: إن شاء الله نكسب بكرة ونكسب في تصفيات كأس العالم، الماتش اللي على أرضنا، كيروش والجهاز الفني ما عندكمش من دلوقتي لغاية أواخر الشهر القادم غير مادة واحدة تذكروها تنام وتصحوا عليها، السنغال. جمال علق على الإصابات وقال: سبحان مقسم الأرزاق، بلا شك حجازي وأكرم الشناوي لعيبة كبار وخدوا شهرتهم، لكن لولا غيابهم ما كان ظهر عمر كمال وعبد المنعم وأبو جبل ليأخذوا نصيب من الشهرة، وإن شاء الله تكون البطولة من نصيبهم. وبينما تقول فرح هنا في هذه التغريدة: أنا الآن شوية من ماتش النهائي لأننا تعبانين جدا ولعبنا أوقات أكثر بكثير من السنغال وخسرنا أكثر من لاعب مهم، مجموعة ظروف مخلياني الآن شوية. طارق كان متفائل هنا في تغريدته يقول: لا نسور ولا أفيال ولا فهود ولا أسود أفريقيا، ادروا على لعنة الفراعنة، التاريخ بيقول كده وحنكسب بطولة الأمم وحنكسب كمان ماتشات التأهل وحنلعب في قطر 2022 وحتكون لنا بصمة تاريخية. دعونا نتوسع في الحديث الآن مع ضيفي، ينضم إلينا الآن من القاهرة الصحفي الرياضي محمد البرمي. سيد محمد أهلا بك معنا. إذن إصابات لعدد من اللاعبين الرئيسيين والأساسيين في منتخب المصري، إلى ذلك يعني بشكل أو بآخر ربما تغلب المنتخب المصري على موضوع الإصابات، ولكن موضوع الإرهاق الجسدي والبدني الذي يعاني منه الفريق المصري الآن بسبب كثرة المباريات وطول المباريات، هل سيستطيع التغلب على هذا التحدي وهل يمكن أن يؤثر على أدائه غدا؟ بداية برحب بحضرتك وكل الأمنيات للمنتخب المصري في نهاية إفريقيا. أكيد كل دي أسباب بتأثر بشكل كبير جدا، يعني إذا تمكن كارلس كروش من تعويض الغيابات وهي غيابات كثيرة جدا، عندنا عمر كمال غياب للإيقاف، أحمد حجازي للإصابة، محمد الشناوي للإصابة، عمرو السولية موقفه لسه مش واضح قوي لأن خرج المباراة الأخيرة للإجهاد، كل دي أسباب طبعا أسباب صعبة، لكن يعني البدلاء حتى اللي شاركوا على مدار البطولة كانوا بيأدوا بشكل جيد جدا، لكن يمكن الإصابات هي حاجة قدرية، أما اللعب 3 مباريات كرقم قياسي في تاريخ البطولة، يعني كنا بنتمنى الاتحاد الإفريقي يطبق مبدأ الفير بلاي. السنغال لعبت قبل منتخب مصر، ما لعبتش وقت إضافي كبير، مشوارها ما كانش صعب في البطولة عكس المنتخب المصري اللي لعب امام كوت ديفوار امام المغرب امام
الكاميرون، لكن في النهايه هو الاتحاد الافريقي عنده ترتيبات بخصوص البطوله بخصوص موعد انتهائها. هل يستطيع المنتخب المصري تعويض يعني حل او التعامل مع الازمه دي؟ اعتقد يقدر يتعامل معاها يعني بتجهيز اللاعبين. شفنا المباراه الاخيره على المستوى الفني كارلوس كيروش اشرق يعني امام عاشور اللي هيكون بديل عمر كمال، محمد ابو جبل بيأدي بشكل جيد جدا حتى لو عاد محمد الشناوي اعتقد ان ابو جبل هيكمل في البطوله. يمكن كمان ظروف التنظيم ما بتساعدش الاستشفاء يتم بشكل جيد، احنا شفنا يمكن صوره كان البعض تعامل معاها بشكل ساخر لطريقه استشفاء المنتخب المصري كانت في براميل بها الواح ثلج، لكن في النهايه هم ده ظروف في النهايه لازم يتعاملوا معاها، ودي طبيعه البطولات الافريقيه تحديدا، فاعتقد ان هم قادرين يتعاملوا معاها بشكل جيد. طيب مدير المنتخب الفني كارلوس كيروش حصل ايضا على بطاقه صفراء في اخر المباراه ومنع من استكمال المباراه ايضا، برايك هل سيستمر ذلك ايضا في مباراه السنغال؟ وهل يمكن ان يؤثر هذا على نفسيه الفريق؟ هو كارلوس كيروش تم ايقافه مباراتين بالفعل، يعني مباراه السنغال في نهائي افريقيا ومباراه السنغال في تصفيات كاس العالم، احنا عارفين ان السنغال هتكون هي المنافس لمصر في المباراه المؤهله لكاس العالم، يعني اكيد هو غياب مؤثر، لكن في النهايه وجود محمد شوقي او ضياء السيد هم بينقلوا تعليمات المدرب. وفي حاجه تانية بعيدا عن غياب كيروش ان المنتخب المصري كمان مر بظروف كتير صعبه جدا في البطوله لكن قدر يتغلب عليها، جزء من القدره دي هي اصرار اللاعبين على الوصول للنهائي، اصرار اللاعبين على تجاوز هذه الازمات، فبالتالي يعني ما كانوش ناقصين ازمات جديده او مشاكل جديده، لكن الروح دي او الرغبه في الفوز والانتصار والفوز بالبطوله يعني هتخليهم يتجاوزوا فكره غياب المدير الفني اللي مش قاعد على الدكه بره، يعني الاصابات كل وما الى ذلك. هم كمان محمد شوقي سبق يعني ادار المجموعه الحاليه، فاعتقد يقدر كمان التواصل ما بين الجهاز الفني وكارلوس كيروش مش هيكون صعب، يعني كل حاجه متوفره تحديدا للتواصل بين الاثنين والتعامل مع الجهاز الفني. هو التحدي الاكبر صحيح هو انه اللعيبه تكون بدنيا قادره على التعامل مع المباراه، لان كمان احتماليه ان هم يلعبوا وقت اضافي تبقى قائمه بين الفريقين، فاعتقد هو ده التحدي الاكبر للاعبين الحاليين والجهاز الفني. طب كل هذه العوامل تأتي مع اقتراب تصفيات كأس العالم أيضا، فكيف يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر؟ يعني هي مؤثرة، أنا بشوف أنها مؤثرة أكتر على منتخب مصر لأسباب تتعلق بالجيل الحالي. الجيل الحالي يعني ما قبل مباراة كوت ديفوار كان الثقة، معدلات الثقة في المجموعة الحالية قليلة، كان في انتقادات كتير للمجموعة الحالية، مصر خسرت أمام نيجيريا بشكل كان غير مرضي للجميع، فازت على السنغال وغينيا بهدف وفي مباراة صعبة جدا، ثم مباراة كوت ديفوار انطلق الجيل الحالي وكانت بداية حقيقية للمجموعة الحالية. يعني في رأيي إن الجيل ده مش ناقصه أكتر من إنه يثبت وجوده بالفوز بالبطولة، أعتقد إن هم فاهمين ده كويس، فاهمين أهمية الفوز بالبطولة. المباراة يعني مجموعة الحالية أو في بعض من المجموعة الحالية خسرت نهائي أفريقيا 2017، في 2019 كانت البطولة على أرض مصر خرجنا من دور 16، فدي كلها تحديات هم بيمروا بيها، إضافة لحاجة مهمة جدا هم أكيد متفاهمينها كويس، فكرة إن أنت كعبك يكون عالي على السنغال. مصر كعبها عالي شوية على السنغال في البطولات المجمعة، في 2006 واجهنا منتخب السنغال وفزنا بالبطولة، فبالتالي اللي هيفوز البطولة دي كمان بتديله فرصة ان هو نفسيا يكون افضل من المنتخب وهيفرق معاه بشكل كبير جدا في التصفيات. شكرا لك على المشاركة معنا محمد البرمي الصحفي الرياضي، كنت معنا من القاهرة.